يتكلمون باسم الشعب السوري وأكثرهم بلاغة نتنياهو وسعود وحمد. كلهم يريدون نظاما على شاكلة السعودية وقطر. هم يعرفون مصلحة سوريا دون العودة لأحد إلا للقضاء والقدر. دائما يجتمعون أصدقاء سوريا لتقرير مصير السوريين ويرسلون المرتزقة والسلاح والمال مع أمير المؤمنين، يفتي ويكفر ويقوم بالحد على الشعب السوري الذي صنفوه أنه لا يتبع المسلمين، ويخرجون علينا بقرارات وآراء وأفكار أقل ما يقال عنهم فيها إنهم مجانين. حماك الله يا سوريا ويا شعب سوريا من كل أولئك الشياطين. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد القادر عزوز، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي واقتصادي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور. يعني مؤخرا يعني يتم الحديث عن الذهاب إلى مؤتمر جنيف الثاني، والذي يعني الذهاب إليه هو بناء على ما تأسس في جنيف الأول. يعني ما الغاية من جنيف الثاني إذا كانت كل المعطيات الخارجية والآراء الخارجية تقول لك بأنه ما زالوا مصرين على نفس المواقف، على نفس الآراء وعلى نفس المطالب التي لا تقبل لا من القيادة السورية ولا من قبل الشعب السوري، على الرغم من أنه المعطيات على الأرض تشهد بتحقيق انتصارات كبيرة للجيش العربي السوري في وجه العصابات الإرهابية، والتي على ما يبدو كما نحن السوريين نعول على انتصار هذا الجيش، هم يعولون أيضا على تحقيق إنجازات من قبل مرتزقتهم على الأرض. إذن ما الفائدة من جنيف اثنان إذا كنا نحن متشبثون بقراراتنا وهم متشبثون ومتعنتون بما يريدون أن يحققونه في الداخل السوري؟ نعم، في البداية طبعا أترحم على أرواح شهدائنا المدنيين والعسكريين، والتحية كل التحية لجيشنا البطل ولقناتنا الصامدة قناة الدنيا التي على ما يبدو ما زالت تؤرق مضاجعهم، وما القرار الجائر الأخير إلا يأتي ضمن هذا السياق. طبعا حديثنا حول مؤتمر جنيف 2 اللي طرح بعد لقاء لافروف كيري في 7/5/2013، وإعلان عن ضرورة بدء العقد لمؤتمر تسوية سياسية للخروج من واقع الأزمة في سوريا، هذا الأمر لا يمكن أن نربطه إلا من خلال جملة من المقدمات، وهذا للإنصاف. في أول هذه المحددات على الإطلاق هي وضوح الرؤية لدى القيادة السياسية في سوريا. منذ بداية الأزمة القيادة السياسية في سوريا أوضحت وبشكل واضح وبشكل جلي رؤيتها لطبيعة ونوع الصراع الدائر في سوريا. هي في البداية أعلنت وقوفها نحو مع الحوار، أعلنت استجابتها المباشرة لجميع المطالب التي كانت ذات طابع اجتماعي وسياسي سلمي ديمقراطي مدني، استجابت من خلال جملة من القوانين والتشريعات والإجراءات التنفيذية. وأيضا بالمقابل كانت رؤية القيادة السياسية في سوريا وأسرار السيد الرئيس بشار الأسد ليس من منطلق أنه ساع وراء سلطة أو يلهس وراءها على الإطلاق، لكنه قال أنه هذا الرجل العظيم الذي تربى في أسرة وطنية كريمة لا يمكن على الإطلاق بعد أن انتخبه الشعب وأتمنه على هذا البلد وعلى هذا الوطن أن يتركه وهو في خضم العواصف وهو في خضم المعركة. على الإطلاق ليس بشار الأسد من يترك شعبه، هو كالربان في السفينة عندما تخوض عواصف لا يتركها ويفر منها. وبالتالي كان قيام السيد الرئيس بشار الأسد هو قيام الرجل الذي ائتمن من شعبه، وهو الرجل وهو في قيادة وطنية وحكيمة، هذا منذ البداية. وبالتالي إعلان السيد الرئيس مرارا وتكرارا مد يده للجميع للحوار تحت سقف الوطن وضمن ثوابت وطنية ليست بدعة سورية. ثوابتنا الوطنية هي ما تعارفت عليه جميع الدول في أعرافها وبقوانينها، في عدم السماح بالتدخل الخارجي، في عدم المساس بالسيادة والكرامة الوطنية. هذه ليست بدعة سورية نبتدعها. الأمر الآخر
حجم انتصارات جيشنا البطل الجيش العربي السوري. وهذه الانتصارات لم تأتي نتيجة سلوك اعتباطي، وإنما نتيجة إيمان وعقيدة هذا الجيش والمبدئية التي ربي عليها، وحسه في أنه معني بالدفاع عن الوطن، عن سمائه وأرضه وبره وبحره وعن شعبه. وحجم الانتصارات التي اليوم حققها في أكثر من جبهة، ليس فقط القصير، لحيوية هذه المنطقة، نعم، لأنها شكلت خزان وقاعدة إمداد للإرهابيين في كثير من المناطق، في الساحل وفي ريف حماة وفي ريف حمص وفي دمشق وفي ريف دمشق. لكن لا يغيب عن بالنا حجم الانتصارات التي يحققها اليوم في حلب وفي إدلب وفي حماة وفي الغوطة الشرقية وفي ريف دمشق. كل هذه الانتصارات حقيقة أرعبت الدول التي هي وراء هذا المشروع، لخوفها من أن هذا حجم هذا الانتصار أن يكشف الأقنعة، وبالتالي تسعى لحفظ ماء الوجه. وجيشنا العربي السوري اليوم عندما كثف عملياته ليس من باب أنه يسعى لكسب أوراق على الإطلاق، لكن هذا الجيش العقائدي تعاطى مع الشأن العسكري تعاطي دقيق وحذر من مبدأ رغبته في حماية هؤلاء السكان المدنيين. وبالتالي هذا ما فسره البعض ضعف على الإطلاق، هو أراد القيام بعمليات عسكرية نوعية تستند إلى جمع معلومات ومعطيات. واليوم نشاهد كيف يقوم بعمليات جراحية في كثير من بقاع الإقليم في سوريا. هذا بعد آخر ومحدد أساسي لمؤتمر وما أسير حول ضرورة عقد هذا المؤتمر. الأمر الآخر، اليوم شهد المجتمع الدولي تغيراً في المواقف الدولية. هذا التغير تجسد في أكثر من بعد. أولاً في النسبة للموقف الأمريكي، نعم أنا أقول لك بكل صدق، أمريكا تتعاطى مع الشأن السوري بسياسة الاحتواء المزدوج. هي ترغب أن تجد سوريا أكثر ضعفاً، أكثر شللاً. هي لا يهمها لا معارضة ولا يهمها نظام أو موالاة، هي تريد سوريا الدولة الضعيفة، الدولة المشلولة، failed state، هذا ما تريده. وبالتالي هي في تعاطيها مع الشأن السوري كانت تمارس سياسة أن تعلن ما يريد الآخرون وأن تفعل ما تريد هي. وبالتالي هذا هو كان سلوكها. ويجب أن نكون أيضا متيقظين حتى في ظل هذه الدعوة، يجب أن نتيقظ للسلوك الأمريكي، لأنه سلوك كما قلت لك هو يفعل ما يريد ويعلن ما يريده الآخرون. هذا التحول في الموقف الأمريكي عبر عنه مسؤول عن وزارة الخارجية الأمريكية وقال: نحن في سوريا ندعم الديمقراطية الحقيقية، نحن نريد سوريا معتدلة. هم يخافون من موجة التطرف الإرهاب، ليس محبة بالسوريين على الإطلاق، لكنهم يخافون عليها محبة لحلفائهم ولمصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. هذا التغير في الموقف تبعه أيضا تغير على موقف الدول الأوروبية. فعلمنا مؤخرا تصريح لمستشار النمسا يحذر من تسليح المعارضة، نعم. كما قلت ليس خوفا على سوريا، خوفا على قواته الموجودة بالأندوف، نعم. في قوات فصل، نعم. هذا التغير مع بروز تغير في المزاج العام الأوروبي، الرأي العام، وكما قلت ذكرت صحيفة الجارديان أن أغلب مقاتلي الجيش الحر ينتسبون إلى جبهة النصرة التي هي زراع من أزرع وفروع تنظيم القاعدة، هذا ما يعلنون. نيويورك تايمز تقول أن من يدافع عن الديمقراطية العلمانية في سوريا لا يوجد أحد من بين هؤلاء المسلحين. هذا التطور في المزاج الرأي العام الدولي والرأي العام المحلي، وأيضا مواقف دول إقليمية شكل تمويل المال والسلاح عليها عبئا كبيرا لم تستطع تحمله، وبالتالي سواء من حيث التمويل أو من حيث الإشراف على هؤلاء الإرهابيين، مما استدعى أن يدخل الفاعل ومصمم السيناريو الأساسي إسرائيل على الخط من خلال أكثر من سلوك تمثل بضربات هي أعلنتها صراحة، وأيضا من خلال تصريح نتنياهو الواضح أن لمصلحة إسرائيل أن لا يكون الأسد في سوريا لضرب محور المقاومة والممانعة. دخول إسرائيل على الخط بعد مضي 28 شهر من عمر الأزمة
كان دخولا ضروريا لإفلاس هؤلاء ولرفع معنوياتهم. ولكن كما حدث الأيام الأخيرة، الرد السوري على أي محاولة اعتداء كان ردا قاسيا وواضحا، وسوريا لم تمارس ردة الفعل إلا وفق شرعة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في المادة 51، هي قامت بالدفاع عن أرضها. ولكن في الوقت الذي يعني لم تلتزم إسرائيل ولا بأي معاهدة، يعني سوريا من حقها أن لا تلتزم ولا بأي معاهدة، ومن حقها أن لا تلتزم وفق القانون الدولي أيضا. نعم، هذا الأمر صحيح، عدم التزام طرف وبالتالي يحلك من التزام مقابل التزام متبادل. نعم. لأن الالتزام، لكن مع ذلك لأن سوريا دولة مؤسسية، سوريا ليست دولة طارئة، إسرائيل دولة طارئة في المنطقة، وهي لم توجد إلا بقرار من الأمم المتحدة. سوريا ليست كذلك، سوريا موجودة قبل الأمم المتحدة وقبل عصبة الأمم، وبالتالي احترامها، وهي من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة. واليوم سلوك القيادة السياسية في سوريا عبر عامي الأزمة كان سلوكا منضبطا وضمن قواعد، سواء في انضباطها في قانون الدولي الإنساني والتزامها بقانون الحرب لاهاي، وأيضا فيما يتعلق في اتفاقيات الأسلحة والحرب المحدودة مع النزاع المسلح، أو سواء مع تعاطيها مع اعتداءات سافرة من دول الجوار لم تتعامل بردات فعل. نعم، هناك قيادة عقلانية حكيمة في سوريا تعرف تماما متى الوقت المناسب للرد ومتى يحين وقته. هناك الحديث يتم اليوم بشكل يعني كبير جدا ومختلط، والأمور تتشابك مع بعضها، والمعلومات أيضا يعني عن من يحق له أن يشارك في مؤتمر جنيف 2. من وجهة نظرك كمحامي فيما يتعلق بالداخل السوري، هناك معارضة وهناك يعني الدولة السورية بالنتيجة، من وجهة نظرك من سيحضر هذا المؤتمر؟ وهل يحق للدولة السورية أن تسمح لسوريين خارج سوريا أن لا يدعوا إلى المؤتمر، أم يحق لها أيضا، أم يعني هي ستلتقي بهم؟ يعني كيف ترى صورة الوضع على اعتبار أنه هذا المؤتمر هو يتعلق بسوريا بشكل مباشر في الداخل السوري، وأيضا له تداعيات إقليمية ودولية بكل تأكيد، ولكن فيما يتعلق بالشق الداخلي السوري كيف ترى مشهد من سيحضر هذا المؤتمر في الداخل السوري، سواء كانوا في الداخل أم في الخارج؟ نعم، طبعا أنا أقول لك يعني حتى نكون أيضا لا تأخذنا أحيانا الأمور الثانوية عن جوهر الموضوع. حقيقة جوهر موضوع المؤتمر وما يجب العمل عليه وما يجب التركيز عليه ليس فقط من هم الأطراف التي ستحضر المؤتمر، بمقدار ما هو جدول أعمال هذا المؤتمر وما هو النقاط التي يسعى كل طرف للحصول على تفاهمات مشتركة فيها. بكل الأحوال القيادة السورية، الحكومة السورية أعلنت منذ أيام عن ومنذ آذار حتى شكلت وفدها الحكومي المؤلف من 5 أعضاء. يقال اليوم أن هناك توسعة لهذا العدد، لا ضير في هذا الأمر، يعني لا يوجد لدى الحكومة السورية ما يمنع كما قلت لك. هل تعرف من هم الأشخاص الذين سيدخلون؟ في حقيقة الأمر ما نعرفه عن 5 الأعضاء هم السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. والسيد الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي حيدر وزير المصالحة الوطنية، الأستاذ عمران الزعبي وزير الإعلام، وهناك الأستاذ جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر. يعني ولكن صرح مؤخرا قدري جميل بأنه لن يحضر بوصفه جزءا من الحكومة السورية أو من الدولة. نعم. السورية سيحضر بوصفه جزءا من المعارضة إن حضر يعني. نعم طبعا، يعني أنا أقول لك بكل صدق، المعارضة اليوم سواء كانت وطنية يعني داخلية أم خارجية، اليوم كما قال السيد رئيس ما يهمني فيها سواء هنا هي التزامها بالثوابت الوطنية. يعني فيما التزمنا به من ثوابت وطنية تعارف عليها السوريون عبر عقود من الزمن في موضوع رفض التدخل الخارجي واحترام السيادة، وبالتالي أيا يكن من سيحضر بأيا كانت الصفة فهذا هو فريق الدولة السورية، هذا فريق الدولة. والدولة السورية في مكوناتها نعم هناك دعيني أقول هناك موالاة في السلطة. نعم. وهناك أيضا معارضة وطنية، ولا ضير في وجود معارضة وطنية، هي حالة صحية في
في أي نظام سياسي، وسوريا دولة ديمقراطية تعددية أقرت بوجود التعددية السياسية بدستورها الذي أقرته، وأيضا بالتنوع الثقافي وغيره، وبالتالي التعددية السياسية قاعد يعني مبدأ دستوري هام. ومن هنا يأتي عندما تشكل الحكومة الدولة السورية وفدها، ليس من الضروري أن يكونوا وزراء أو أن يكونوا بصفة وزراء أو أن يكونوا بصفة من موقع السلطة أو لا، هي يترك لها حرية اختيار وفدها التي يمثل أغلب، لا يمكن تمثيل كل الشعب، يمثل أغلب أطياف القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية. اليوم الكرة حقيقة ليست في ملعب الدولة، اليوم الكرة في ملعب الآخرين، من كانوا لعبر عامي الأزمة يهللون بوجود معارضة خارجية لها ثقل وكذا، اليوم نريد أن نختبر ونريد أن نعلم حقيقة من هي المعارضة التي لديها وحدة التنظيم ووحدة الإشراف والقيادة. نعم، لا مشكلة لدينا، لا مشكلة لدى القيادة السياسية في سوريا، فهي تعرف ماذا تريد، وهي تعرف تكوينها وتركيبة ومكونات مجتمعها. العبرة اليوم كيف يمكن أن يجتمع الطرف الآخر من المعارضة، كيف يستطيع أن يوحد مواقفه، كيف يستطيع أن يوحد الإشراف والقيادة. وبالتالي اليوم الكرة في ملعبهم هم. وكما قلت لك، نعم هذا حديث في الجزئيات، في من سيحضر كأشخاص. الحقيقة الجوهر الأساسي هو ضرورة الالتزام في هذا المؤتمر ببيان جنيف الصادر في 30 حزيران 1900 بال2012. هذا هو الجوهر الأساسي اليوم، وأيضا من خلال هذا المؤتمر يمكن الحديث عن ضرورة وقف الدعم الدولي للتمويل والإرهاب. وأنا أريد أن أشير أن هذا المؤتمر هو لا يعني مؤتمر الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه السيد الرئيس. هذا المؤتمر يا سيدتي، بما أن الأزمة السورية في شق، لها شق دولي، فيأتي هذا المؤتمر يعالج هذا الجانب الدولي. أما المؤتمر الحوار الوطني كما قال السيد الرئيس، نحن لم نضع شكلا للحل السوريين، نحن وضعنا خارطة طريق، بيئة تمهيدية كي يجلس السوريين مع بعضهم البعض حوارا سوريا سوريا، وبعد ذلك يناقشوا جميع التفاصيل في الدستور وفي الميثاق وفي شكل الحكم. إذن لا مكان للتفاصيل في مؤتمر جنيف. على الإطلاق المؤتمر جنيف، مؤتمر جنيف يتعلق بالشكل الأول بالالتزام الرئيسي الذي يجب أن يكون التزاما مقابلا من قبل الأطراف الأخرى. التزام دولي يعني. التزام دولي في ضرورة وقف ودعم وتمويل الإرهابيين والدعم بالسلاح وبكل هذا. هذا التزام. يأتي مسألة قضية الحديث عن السلطة وقضية صناديق الاقتراع وآلية ذلك، نعم قد تطرح ضمن. وأيضا يجب أن يركز المؤتمر ومن قبل جميع الأطراف على تحديد الثوابت الوطنية والمرجعية لهذه الثوابت ومعرفتها، حتى لا يكون هناك خلطا حاصلا في مرحلة ما بعد المؤتمر، وبالتالي لكي لا نعود إلى الخلافات من جديد. يعني أنت تريد أن توصف لي هناك أمران رئيسيان، وفي الحقيقة هما الأمران اللذان يدوران يعني في فلك كل هذه الأزمة منذ بدايتها. الأمر الأول وهو متعلق بالطرف الآخر، الطرف المتآمر على سوريا، بإيقاف التمويل والدعم لهذه المجموعات الإرهابية، يعني بإنهاء العنف في الداخل السوري. وبالمقابل ما يهم الطرف الآخر الذي هو الدولة السورية هو يعني عدم الحديث أو الكف عن الحديث عن تنحي شخص الرئيس الأسد، لأن المحور المتآمر على الدولة السورية دائما وأبدا كان يعني شغله الشاغل إعلاميا وبتصريحاته السياسية هو تنحي شخص الرئيس الأسد، وإلى أيام قليلة هم يتحدثون عن هذا الموضوع. يعني هذان الموضوعان هم الأساسيان، إن لم يحلى فلن يكون هناك أي فائدة من جنيف اثنان، يعني سيكون كجنيف الأول يعني وكأن شيئا لم يكن. طبعا أولا فيما يتعلق بالتزام الدول، نعم لا يمكن، وبالتالي ليست العبرة أن نجتمع فقط. إن لم يكن هناك التزاما دوليا واضحا، هل تتوقع بأنه جنيف اثنان قادم، يعني هم قادمون إليه بناء على أنهم وافقوا على هذا الموضوع؟ نعم، أنا أؤكد لك ومتيقن بمعطيات السياسي
وبقراءة التحليل العلمي لجملة الجولات المكوكية والحركة الدبلوماسية النشطة في المرحلة. نعم، هي لم تأتي لولا قناعة ليس الأطراف الإقليمية الممولة الدافعة للمال أو المسهلة للأرض. هؤلاء هم أجراء في هذه العملية، هؤلاء تعطى لهم روشتة الوصفة. على الإطلاق ليسوا صانعين في الفعل، يعني مقولة I pay I say لا تنطبق على الحالة هنا. نعم هم يدفعون ممولة لكن ليسوا هم أصحاب الكلمة والفصل والقرار. وبالتالي هذا الالتزام لم يكن الحديث عن هذا المؤتمر لو لم يكن هناك إشارات إيجابية للقيادة السياسية في سوريا عن موضوع المعالجة هذا الملف بالشكل الذي يضمن وحدة الأرض وسلامة الشعب. هذا جانب. فيما يتعلق بقضية تنحي السيد رئيس الجمهورية، يجب أن نخرج من شخصنة الأشياء. إخوان، قضية موقع رئاسة الجمهورية، هذا الموقع يجب أن يخرج عن، يعني لسنا نحن من نشخصن هذا. نعم. الموضوع هم الذين. نعم. يصرون على هذا الأمر. هذه الشخصنة مرفوضة لأكثر من سبب. أولا السيد الرئيس ذكر في أكثر من مرة وفي أكثر من حديث أنه ليس متمسك بالسلطة كسلطة، هو مؤتمن من قبل الشعب بانتخابات ديمقراطية لم يعترض عليها أحد أنذاك، وبالتالي اليوم تخليه عن مهامه هو يعتبر كالخيانة العظمى، وهو يرفض. هذا الرجل ابن البيئة الوطنية، ابن العائلة الكريمة، يرفض أن يوصم بالخيانة وأن يكون قد ترك البلد في لحظة حرجة مفصلية. وبالتالي يجب أن يعلم الجميع ليس الرئيس بشار أسد هو من يتمسك بالسلطة، ليس هو من يتمسك بالبقاء بها. الشعب الذي انتخبه، الشعب الذي صوت له بصناديق الاقتراع، الأكثرية من هذا الشعب، إن كنا نقول دولة ديمقراطية، كيف آلية التعاطي الديمقراطي؟ أنا أريد أن أكلم الجميع. هل اليوم الديمقراطية تكون من خلال تكريس تجريد من الحقوق السياسية وكالقانون العزل السياسي الذي اليوم هو مرفوض في مصر وفي ليبيا ويحضر له؟ هل هذه ديمقراطية؟ وبالتالي لا يمكن وضع شرط مسبق على السيد رئيس أن التنحي. صناديق الاقتراع هي الفيصل. طيب، هي الحكم. هناك أمر آخر، الحديث عن يعني حكومة كاملة الصلاحيات في الدولة السورية. أيضا هل ممكن يعني من وجهة نظرك أن تقبل الدولة السورية أن يكون هناك حكومة كاملة الصلاحية ويدخل فيها مجموعة ربما من الوزراء ممن يسمون المعارضة الخارجية المحسوبين على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء في الخليج؟ سيدتي، نعم، قضية الحكومة يجب أن لا يغيب عن بالنا. سوريا دولة قانون، وسوريا دولة عضو في الأمم المتحدة، هي ليست جماعة، ليست تنظيم. هذه الدولة لها تقاليد عمل متعارف عليها. اليوم موقع السلطة التنفيذية في سوريا مش مجزأ، أو تتكامل فيه الأدوار ما بين موقع رئاسة الجمهورية وموقع رئاسة مجلس الوزراء والحكومة. تكامل هذين الدورين في سوريا هو جزء من شكل النظام السياسي في سوريا. فإذا جئنا إلى مؤتمر حوار وطني وأجمع السوريون وتوافقوا في ميثاقهم الوطني وبالدستور على شكل نظام آخر، والسيد رئيس ليس لديه خط أحمر أو سقف على شكل، قال لأكثر في أكثر من مقابلة، أيا يكن الشكل أنا معه، فليتفق السوريون على شكل النظام السياسي. يريدون نظاما برلمانيا، أي تكون الغلبة فيه المتكئ الأساسي للبرلمان الذي تنبثق منه حكومة، أم يريدون موقع رئاسة الجمهورية هو المتكئ الأساسي في العملية السياسية القادمة؟ أيا يكن، لكن أنا من وجهة نظري كأكاديمي أقول المطلوب هو شكل نظام لا يفضي على الإطلاق إلى أي حل، إلى أن تكون الدولة السورية دولة هزيلة، دولة مشلولة، دولة ضعيفة. وبالتالي أن لا يكون هناك إمكانية تعطيل وشل البلد. ولدينا أمثلة ونماذج، العراق نموذج، لبنان نموذج. نحن لا نتمنى السوريين أن يفضي أيا يكن شكل النظام السياسي، أن يفضي إلى دولة مشلولة ودولة ضعيفة. وبالتالي أن يكون للحكومة صلاحيات واسعة، أنا أقول لهم
أين دستوريا؟ أين موقع رئاسة الجمهورية سلفا؟ إذا أرادوا تغيير وتبادل الأدوار أو إعطاء موقع رئاسة الحكومة الأولوية أو الحكومة، فلنأتي إلى تعديل للدستور، فلنأتي إلى توافق في مؤتمر الحوار الوطني لا. على ميثاق وعلى دستور يفضي إلى ما يريده السوريون. أما أن نصادر سلفا مع بعضنا البعض، أن نصادر حق السوريون في تقرير شكل نظامهم السياسي، هذا لا يقبله السوريون وإن قبله البعض في أو كان رغبة المعارضة في الخارج بهذا الأمر. هذا أيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار ملايين السوريين الذين يعيشون والذين يعني كما استفتوا على دستورهم الذي عدل مؤخرا نعم. أو تغير مؤخرا، أيضا يجب أن يأتي دستور جديد يستفتوا نعم. عليه السوريون وهذا وبالتالي يقبلون أو يرفضون. وهذا نعم. الأمر تحدث به السيد الرئيس في 6/1/2013، قدم برنامجا للحل السياسي نعم. شكل خارطة الطريق، ففي ضمنه لم يقدم شكل الحل، يعني هو لم يقول ما هو شكل الانتخابات الأنسب لسوريا، لم يقول شكل النظام السياسي الأنسب، هو وضع لنا خارطة الطريق لكي تشكل إطارا تنظيميا من خلاله السوريون إرادتهم هي من تقرر نعم. إرادة الشعب هي من تقرر، فلا المعارضة في الخارج أن تصادر حق هذا الشعب في تقرير شكل النظام أو من هي الجهة المخولة أو صاحبة الصلاحية الأوسع، هذا إرادة الشعب بما يتفق عليه نعم. أيضا يعني هناك الكثير من المواضيع نريد أن نتوقف عنها، لكن اسمح لي دكتور عبد القادر أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الأكارم أيضا من جديد، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور المحامي الدكتور عبد القادر عزوز، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي واقتصادي أيضا، مرحبا مجددا بحضرتك. ما شاء الله يعني اختصاصاتك متعددة في الاقتصاد وفي السياسة وفي القانون أيضا، يعني الله يعطيك العافية دكتور. يعني إذا ما أردنا الحديث وانتقلنا للحديث عن ما قالته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، قالت تحت عنوان قطر وسوريا الإمارة تؤجج التمرد وتسبب البلبلة، تحت هذا العنوان قالت إن قطر تضع اليوم بدور بارز في سياق محاولات المجموعة التي تسعى للإطاحة بالنظام السوري، مشيرة إلى أن الإمارة أنفقت خلال السنتين الماضيتين من عمر الأزمة 3 مليارات دولار، متجاوزة بذلك أي قوة أخرى معنية بالأزمة، والحديث للفاينانشال تايمز. يعني إذا كانت قطر وحدها قد صرفت 3 مليارات من الدولارات، وأيضا هناك يعني موجود السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، يعني صرفت أقل ربما بقليل منها لا. يعني لو أعطي هذا المبلغ أولا، لو أعطي للنازحين الذين شردتهم هذه الأزمة بفعل تواجد العصابات الإرهابية المسلحة عن بلداتهم، أما كانوا اليوم في أمان وصحة واستقرار وربما أسعد الناس على الأرض، يعني إذا ما تقسموا صحيح. هذه المليارات هذا أولا. ثانيا، إذا كان حمد فعلا قلبه على الشعب السوري كما يدعي، لماذا لم يرسل له هذا المبلغ أصلا؟ يعني ثالثا بالنهاية، يعني متى يتم انتهاء دور شخص مثل حمد في المنطقة؟ يعني هل نعول على ما سيتم اتخاذه من قرارات في مؤتمر جنيف حتى نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقول لكل هؤلاء بمن فيهم حمد كفوا أيديكم عن سوريا؟ حديثك عن قطر أعادني لتساؤل كان يدور في القرن الماضي، حول تساؤل كان يدور ضمن الأدبيات السياسية والأدبيات الاقتصادية العربية، حول هل النفط نعمة أم نقمة؟ هل النفط العربي؟ كنت أتمنى لو كان هذا النفط وريع النفطي عوائده
أن تنعكس كان على التنمية الإنسانية البشرية في الوطن العربي أو حتى على العالم. لكنا اليوم ننعم حقيقة بحجم من الرفاه الاجتماعي والإنساني كبير. ولكن أريد ضمن بعد حرب 73 وضمن السياسة الدول الصناعية التي رسم مهندسها هنري كيسنجر، حقيقة عرفوا جيدا كيف يستعيدوا هذا الدولار، كيف يستعيدوا عبر سياسة البترودولار، أن يستعيدوا هذا المال عبر إدخال هذه الأنظمة، هذه المشيخات، هذه الكنتونات، هذه التي لا يمكن أن نقول أنها ما دون الدول الوطنية الدول القومية، أدخلوها في خضم الاستهلاك والسباق المحموم. واعتبر المال هو المعيار، المعيار في القيم والمعيار. وبالتالي حقيقة الأمر أقول لك بكل صدق، التصدع الأخلاقي والتصدع الذي شاب المنطقة، حقيقة المال لوث، وبالتالي لوثه المال. هذا الأمر أفضى إلى أن يكون التصدع بهذا الشكل الأخلاقي والسياسي والعربي. فما تعليلنا اليوم عندما تؤخذ جامعة الدول العربية بدولها بكيانات الدول الوطنية التي عمرها يعني عشرات السنوات، أن تؤخذ بمال قطر، أن تحكم بمال قطر؟ وبالتالي هذا يشير إلى حجم التصدع، حجم الانهزام العربي الداخلي، حجم انهزام وما أريد أنا ذاك لإجهاض المشروع القومي. والتآمر على هذا المشروع من قبل مشيخات الخليج ليس اليوم، ومنذ الخمسينيات، منذ الأربعينيات القرن الماضي كان هناك تناقض واضح ما بين مشروع قومي نهضوي يريد للأمة شخصيتها، وما بين مشروعا رجعيا كان يريد وما زال يأتمر بأوامر أسياده. وأنا عندما أقول أسياده لا أقولها في إطار الخطاب السياسي المعمم، لا، نعم. وبالتالي العودة لتأسيس هذه الإمارات والمشيخات يستطيع من خلالها معرفة حجم الدور والوظيفة المناط بها. فقطر وما قامت به وسلوكها، سلوك حاكمها الغير أخلاقي، يشير إلى ما الدور الذي كان مراد أن تلعبه والذي لعبته اليوم في شراء كثير من الأنظمة. اليوم قطر تعد بشراء وبيع فلسطين بثمن بخس لإسرائيل بخلال تفعيل المبادرة العربية، وعندما وجدوا أنه قد لا يكون هناك تطابق ما بين حدود 67 وما يريده، عرضوا قضية مبادلة الأرض. وكأن الأرض بالنسبة لهم يعني وكأن المسألة مسألة مال، لم تعد للكرامة وجود، لم يعد مسألة. عندما حافظ الأسد رحمه الله أبى في متر من 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 التفاوض في بحيرة تبادل الأرض، عرض عليه بيل كلينتون، قال له المسألة ليست مسألة أمتار، المسألة مسألة كرامة وطنية. وبالتالي قطر حقيقة هي اليوم تسعى لشراء. اليوم نعم أنا أستطيع أن أقول لك هناك تعويل على أنظمة وعت هذا الأمر، وعت هذا الدور الذي تقوم به قطر. اليوم قطر أنا أقول لك بكل صدق سيأفل دورها شاء أم لا، لأنه دور منافي للأخلاق وللحق. وبالتالي طال الزمن أم قصر، كما قلت لك هي موظف صغير جدا، موظف تنفيذي. عندما يأتي الأوامر، وقالها السيد رئيس، نحن نتحاور مع الأسياد، مع السيد. وحقيقة هو لم يقلها من باب انتقاص أو عدمه، هو قالها كحقيقة سياسية، هذه هي الواقعية السياسية يعني. وبالتالي أما أن يزأر الأسد بصوته لا يعني على الإطلاق، إذا زأر الفأر زئير الأسد لا يعني على الإطلاق أنه قد تحول إلى أسد، هذا هو حجمه. وبالتالي يا أخوان يا سادة، اليوم الدول في علم السياسة لها مقومات نستطيع من خلالها أن نحكم على مدى قوة الدولة ومن عدمه. وبالتالي لا يمكن للمال وحده أن يحكم. فتخوف أنه متى سيتم كف قطر عن سوريا، أنا أقول لك عندما تأتي الأوامر من السيد ستجدين كيف أنها لملمت أوراقها في الملف السوري وبحثت عن دور آخر ووظيفة أخرى. يعني نحن نراها اليوم يعني تحاول بعد فشلها في تحقيق مآربها في سوريا، على الرغم من هذا الضخ المالي الهائل، نعم، والضخ الإعلامي والضخ السياسي والضخ بالمرتزقة والسلاح وكل ما إلى ذلك، نراها اليوم تتحول يعني من سوريا حتى لا تفقد هذه الصلة بينها وبين الأمريكي،
تحولت إلى الملف الفلسطيني وأعطى التنازلات هناك وهناك، وما يحدث اليوم بسيناء على ما يبدو هو مؤشر على ما يبدو لتبادل لأعطى الضفة الغربية للكيان الغاصب واستبدالها بسيناء وأعطى ربما للفلسطينيين، يعني حسب ما يتم الحديث عنه في الأروقة. صحيح. وأيضا تبحث عن دور آخر ربما في العراق، ما نراه يحدث الآن في العراق، ألا ترى معي بأنه قطر ربما ستتحول من الملف السوري إلى الملف العراقي وفعل وأن تفعل فعلها في العراق كما فعلت في سوريا؟ نعم. أنا كما قلت لك هذا الموظف التنفيذي تحطم دوره ووظيفته أمام القلعة السورية وأمام قلعة صمود الدولة السورية والشعب السوري. اليوم نعم هو موظف تنفيذي، اليوم مطلوب منه دور في مكان آخر، وبالتالي يقوم به سواء في العراق ومن خلال حجم التأجيج للنزاع الطائفي في العراق. وللأسف هناك بعض في العراق من تكأ على هذه المعضلة على الطائفية السياسية، اليوم هذا ما يرفضه السوريون. أؤكد لك في أكثر من مرة جرى الحديث أنه إصرار، وفي أروقة في الأروقة كان هناك حديث عن في نوع من الخروج من الأزمة أن يكون هناك محاصصة طائفية سياسية في سوريا، وهذا ما رفضته القيادة السياسية في سوريا. سوريا للجميع، ليس لأحد على أحد فيها أكثر من الآخر، وبالتالي حج هذا التساوي سواء ما أقره الدستور أو ما أقره الواقع والقانون هو عنوان وهو منهاج عمل القيادة السياسية في سوريا. سوريا لا تقبل على الإطلاق أن يكون هناك محاصصة كما للأسف موجود في النموذج العراقي أو في النموذج اللبناني، وبالتالي لا مكان للطائفية السياسية في سوريا. نعم. أيضا يعني نحن نلاحظ بأنه الغرب وتركيا والنظامين القطري والسعودي يحاولون بشكل كبير طمس القضايا الأساسية في المنطقة من خلال الإعلام الذي يظهرونه وتظهير يعني ما هو ليس ضروريا بهذا الشكل. عندما نرى مثلا قضية خط المطرانين بأنها قضية باتت يعني غير مهتم فيها إعلاميا ولا بأي شكل من الأشكال من قبل هذه من قبل إعلام هذه الدول، بالمقابل نرى يعني ربما شخص كأحمد الأسير يخرج ويظهر كبطل قومي ربما وبطل العربي، يقدمون له كل الدعم الإعلامي والمادي من أجل دعوته فقط للأشخاص أو للإرهابيين للدخول إلى مدينة القصير. يعني هذه المفارقة ما بين قضايانا الجوهرية كقضية خطف المطرانين التي لم يعد لها مكان في إعلامهم ولا في سياستهم، وبالمقابل مع أنها يعني قضية إنسانية عالمية، يعني كيف توصف هذه المفارقات وعلى ماذا هم يلعبون في محي الرموز إن صح التعبير، رموزنا نحن كسوريين يعني من كل الطوائف ومن كل الأديان. نعم. وإظهار هذه الصفة السلفية بصفة وكأنها قومية وكأنها نعم هي الحامل الأساسي في المنطقة وكأنها هي المشروع الأساسي في المنطقة. أنا يعني أقول لك بكل صدق للأسف اليوم الإعلام ضمن منطق صناعة العقول لعب دورا سلبيا، على الرغم أن يعلم الجميع وأنت إعلامية كريمة وتعرفين جيدا أن نجاح أي عملية إعلامية تستلزم وجود وسيلة بصرية، وهذا موجود لديهم وسيلة بصرية متقدمة تكنولوجيا، والأمر الآخر وجود منتج إعلامي، والمنتوج الإعلامي الذي تقدمه هذه الوسائل حقيقة الأمر تشرف عليه أجهزة استخبارات لديها علماء متخصصين بعلم النفس وبالاجتماع وبالسوسيولوجيا العربية، لأنهم يعرفون جيدا في هذا المنتوج الإعلامي أين يصل. والحامل الأساسي أيضا لنجاح العملية الإعلامية هو الشريحة المستهدفة. هم الشريحة المستهدفة لديهم حقيقة يتلاعبون في عقول من ليس لديهم المناعة، سواء ضمن معادلة تغيير القيم، منظومة القيم التي تربينا عليها، إعادة تمظهرها وتموضعها من جديد
أصبحت ثقافة. وقال السيد الرئيس في حد اليوم المعضلة الأساسية هي كيف نتعاطى، كيف نعمل على إعادة صياغة القيم لدى هذا الطفل الذي رأى ما رأى وشاهد ما شاهد وعانى ما عانى. اليوم هذه مشكلة حقيقية، الإعلام الحقيقي الصحيح يلعب دورا إيجابيا فيها. هم يا سيدتي ضمن المخطط وضمن المنظوم وضمن ما يشغل عليه، كما قلت لك عبر دوائر مراكز الأبحاث النفسية والاجتماعية يعرفون جيدا كيف. لكن أنا أؤكد لك أن هذا المشروع اليوم، هذا المشروع السلفي، إن كان في لحظة ما، في لحظة تاريخية ما، قد استقطب البعض، قد دغدغ مشاعر البعض، ولكن اليوم ولم يمضي، اليوم نجد أن برز انتشار فوبيا هؤلاء السلفيين، فوبيا الإسلام السياسي. اليوم الإسلام السياسي في تجربته سواء في مصر أو في ليبيا أو تونس لم يجد هذا الشعب، لم يجد هذا الشعب ما كان قد وعدوه به، لم يحقق لهم الفردوس، وبالتالي اليوم بدأ يتململ هذا الشعب ووجد هناك ازدواجية ما بين الخطاب وما بين الفعل. وأنا أؤكد لك أنه في كثير من الزيارات التي قامت بها وفود شعبية من مصر ومن تونس في الآونة الأخيرة لسوريا أكدت حقيقة المعاناة التي يعانوها من هذا الشكل ومن هذا النموذج الذي قدم للوطن العربي والعالم بشكل عام. اليوم بدأ الجميع يتململ، وكما قلت لك هو نتيجة الازدواجية. الحقيقة اتضحت أن الهدف الأساسي، المرتكز الأساسي لهم هو السلطة وليس غير السلطة. لم يستطيعوا حتى الآن أن يبحثوا عن حل حقيقي للمشاكل الاجتماعية كما كانوا يدعون، سواء للشباب، سواء لقضايا أساسية، سواء في مصر أو غيرها. فأنا أؤكد لك أن هذا المشروع لن يكتب له النجاح، لأنه يفقد الحوامل الأساسية لنجاحه، وهي وجود مبدأ ووجود إيمان لدى أفراده بحقيقة وصوابية هذا التطبيق وهذا النهج. فأنا مطمئن إلى أن كل هذا الجهد والضخ الإعلامي المرعب، وبكل الأحوال سوريا بمنعة شعبها عبر عامي الأزمة، حجم الضخ الذي لم ينال من عزيمة كثير من السوريين ومن وعيهم وتبصرهم بحقيقة ما يجري وما يراد لبلدهم. ومن ضمن يعني هذا الضخ الإعلامي الكبير الذي يحاولون ممارسته، يعني نرى الغرب بإعلامه والإعلام أيضا القطري والسعودي يفتعل ضجة كبيرة حول مشاركة حزب الله في معركة القصير التي حدثت وما زالت إلى الآن تحدث في محافظة حمص، بأنه أصبح يعني هناك تدخل خارجي، ويقصدون بذلك بأنه حزب الله هو التدخل الخارجي الذي يتدخل في مدينة القصير. يعني هذا الأمر هو للغمز إلى تحريك النعرات الطائفية إن صح التعبير، وهذا طبعا غير صحيح بكل تأكيد. صحيح. كون حزب الله إن كان يدافع كما يدعونهم فهو يدافع عن القرى داخل الأراضي اللبنانية وهي حدودية مع الدولة السورية. يعني فقط اسمح لي هنا السؤال، يعني كل التدخل الخارجي الذي يحدث اليوم في سوريا من تركيا إلى قطر والسعودية، الأردن، حتى من لبنان، يعني كدول الجوار، كل هذا التدخل والكم الهائل من الدول التي تدخل في الشؤون السورية ويعتبرون بأن وجود حزب الله على هذه القرى الحدودية هو تدخل، يعني كيف يمكن أن يستوي الأمران؟ طبعا هذا النظر بعين واحدة. نعم، حجم التدخل الخارجي الذي أقره هم سواء بالتمويل سواء بتسهيل المرور، يعني سلوك غير أخلاقي وغير قانوني، ولم يجري في أزمة أو في حرب سابقة. حتى ماذا نسمي الشيشانيين والأفغانيين؟ نعم نعم، كل هؤلاء وتسهيل مرور عبورهم، يعني هؤلاء لم يصلوا إلى الأراضي التركية وإلى جنوب تركيا ثم من بعد ذلك إلى الأراضي السورية، لم يأتوا عبسا، هم مروا على مراكز حدود وكل أسماءهم وقاعدة بيانات منتشرة في جميع المراكز الحدودية بأن أسمائهم هؤلاء الإرهابيين. نعم. وبالتالي التسهيل كان حقيقة بغطاء. أوروبا ضربت بعرض الحائط كل ما تؤمن به بقيم
الإنسانية والعدالة وضرورة مكافحة الإرهاب وغيره. وإلا كيف عرفت بأسماء كل من نعم وأقرت بعددهم عندما يقر وزير الألماني وغيره؟ نعم تقر بالأعداد فهم يعرفونهم جيدا. يعني أما فيما يتعلق في هذا القضية أريد أن يعني أوضح أكثر من مسألة، أثير اللغط حول هذه القضية، وأنا سأقول لك بكل صدق بالمنطق بالعقل اليوم سوريا 23 مليون، سوريا الجيش العربي السوري بأعداده مئات الألوف، وهو لم يستدع حتى الآن الاحتياطي لديه، هل هو بحاجة مع احترامنا وتقديرنا وتكاملنا مع محور المقاومة، هل هو بحاجة؟ هو ليس بحاجة ولم يطلب من أحد. عملية التكامل ما بين سوريا وإيران وحزب الله تتعلق في قضية تبادل الخبرات، في قضية هي لم تتجاوز، هو لا نريد رجال. أنا قلت لك حتى الآن لم تعلن حالة النفير في سوريا، لم يطلب الاحتياطي هذا الأمر. أما أن يكون لحزب الله أن يدافع عن قرى في طريق بعلبك الهرمل بقاع تعرضت لقصف لتصور أنه سيتم اجتياح هذه القرى وإبادة كل من فيها، وبالتالي هو يقوم بدور دفاعي ضمن الحدود اللبنانية، ضمن الدولة اللبنانية. ولو كانت الدولة اللبنانية لم تعلن سياسة النائب النفسي التي هي على الإطلاق لم تلتزم بها، لكانت هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الأمر. لكن لأنها تجاهلت هذا الأمر ولأنها تركت هذه المنطقة، فاضطر حزب الله أن يدافع عن قرى حدودية لبنانية على الحدود اللبنانية السورية. هو يمارس ضمن الحدود اللبنانية، هذا مسألة. وبالتالي لم يتم استدعاء قوات من حزب الله. وقلت لك لسنا بحاجة، عندما انتشر الجيش السوري في البوكمال وفي جبل الزاوية المناطق الأكثر وعورة استراتيجيا وتكتيكيا من منطقة القصير المنطقة السهلية، لم يحتج أحد ولم يطلب أحد عندما واجهنا هؤلاء المسلحين في جبل الزاوية الذي لا تستطيع أي قوة أن تواجه، عندما واجه في دير الزور، عندما واجه في جنوب دمشق في درعا لم يطلب، وبالتالي هو ليس بحاجة. إن اعتقد البعض أن تكثيف حجم العمليات العسكرية في الفترة الأخيرة كان نتيجة هذا التعاون، على الإطلاق هو لم يرجد الأمور بتبصر. نعم سرعة اليوم الإنجاز لأن أدوات الإرهاب تطورت، حجم ونوعية عملهم تطور، وبالتالي استلزم تطورا نوعيا في القوات وفي السلاح. هذا يعني اليوم المعادلة ضمن لدى الجيش هي معادلة التناسب والتوازن. واليوم لأن لدى القيادة السياسية حجم معطيات عن ما وصلت إليه من حجم تسليح وتمويل في منطقة القصير ولحيويتها، من هنا كان قرار السياسة في القيادة السياسية بسوريا أن تتدخل بتكثيف العمليات النارية والقوات في هذا فقط. أيضا دكتور، يعني قبل ختام هذه الحلقة أود أن أعلم من حضرتك، على اعتبار أنه بقي معنا دقيقتين فقط من الوقت، كنت كتير حابة أسأل حضرتك عما يتعلق في حلب. لماذا حلب إلى الآن صمدت، وحضرتك ابن حلب، يعني وخلال الأزمة السورية في السنتين الماضيتين كنت أيضا تدرس في جامعة حلب. لماذا يعني كان الإصرار على حلب، ولماذا كان الإصرار من أهل حلب على أن لا تدنس أرض حلب بأيدي الإرهابيين؟ حقيقة حلب يعني الدواعي أهل حلب له أكثر من سبب. في الدرجة الأولى وأقول لك والله بكل صدق أنه عبر 10 سنوات من تولي سيادة الرئيس بشار الأسد، حلب شهدت رخاء كبيرا، وتم بناء جدار ثقة كبير ومحبة لدى أبناء الشعب في مدينة حلب للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال زياراته المتكررة إلى أسواقها ولقائه جميع الفعاليات الوطنية والاجتماعية والشعبية في مدينة حلب. هذا جدار الثقة لم يرد الحلبيون ولم يستطيعوا أن يتنكروا له في لحظة ما، إضافة لأن أهل مدينة حلب وجدوا أن ما يتم وما يراد لهذه الدولة، وهذا حقيقة ما جرى، هو تدمير للدولة وليس استهدافا للنظام، هي فتنة يراد بها تمزيق
أبناء البلد الواحد بعضهم بعضا، وهذا حقيقة أيضا ما حصل. على الرغم من تضرر أهل حلب الكثير من الحجم، أنا أقول لك والله بكل صدق حجم الضرر الذي أصاب مدينة حلب على البشر والحجر كان حقيقة لم يجري على مدينة في التاريخ، لأنه كان هناك سياسة الأرض المحروقة. نعم. وبالتالي حرق من لم يتم سرقته وسرقة الموجود، وبالتالي جرى تدمير. ومع ذلك اليوم عندما تلامسي نبض الناس في مدينة حلب تشعري بشكل كبير رغبتها في الخلاص اليوم قبل الغد، في أن يتخلصوا وأن لا يقبلوا بديلا عن القيادة السياسية في سوريا. هذا هو خيارهم، هذا هو قرارهم، اجتمعوا عليه، ملايين كانت تخرج في الساحات في حلب، لم يخرجه أحد. وساحة صادلة الجابري كانت أكبر شاهد على ذلك. وهل هذا السبب انتقموا منها؟ نعم، تحية لأهل حلب لأنهم يمثلون نبض كل سوري موجود في كل يعني المناطق السورية. شكرا جزيلا لحضورك معنا الدكتور عبد القادر العزوز، وحضرتك محامي ومحلل سياسي واقتصادي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم وشكرا لقناتي. أهلا بك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، شكرا لكرم المتابعة. نترحم على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، ونتمنى دائما للجيش العربي السوري التوفيق في أداء مهمته على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله.